بعد اقتراح وزير المالية حاجي بابا عمي خلال مجلس الوزراء المنعقد الثلاثاء الماضي إطلاق قرض سندي جديد بنسبة فائدة مرتفعة عما هو معمول به حالياً، يؤكد مختصون أنه يجب القيام بدراسة معمقة حول كلفة القرض السندي ومدته وكفاءة استرداده للمكتتبين في الحدود الممكن للحكومة أن تتحملها قبل رفع سعر الفائدة الذي قد تنجر عنه مخاطر. قرض سندي في السياسات المالية للدول يدرس من ناحية كلفته، يدرس من ناحية مدته، ويدرس خصوصا ناحية تحضير البلد لإعطائه كفاءة استرداد عندما يأتي هذا القرض إلى مداه. ولكن المسعى لابد أن يكون في إطار سياسة مالية تقيم المحاسن في المدى القصير والمخاطر والكلف، ولكن بدراسات معمقة. وأشار الوزير السابق إلى أن البلدان الأجنبية تعمل بنسبة فائدة منخفضة ولا تتعدى 1% بالنسبة للقروض السندية. البلدان اللي فيها انكماش سعر الفائدة ينزل ونزل إلى 1% إلى 0.5. احنا ما عندناش انكماش، وبالتالي أسعار الفائدة أو العوائد من القروض لابد من دراستها، وبينما يمكن للدولة وللاقتصاد أن يتحملوا، لأنه الاسترداد سيكون استردادا بالقيمة أساسية للقرض وبالفوائد. إذن بعد مرور أكثر من 6 أشهر عن إطلاق القرض السندي بنسبة فائدة تصل إلى 5.75% واقتراح الوزير بابا عمي إطلاق قرض سندي جديد بنسبة فائدة مرتفعة لاستقطاب أكبر عدد من المكتتبين، تأتي تصريحات وزير المالية السابق معاكسة لهذا المقترح، كون أن نسبة الفائدة الحالية مدروسة ومرتفعة خاصة بعد اللجوء لأموال المكتتبين لتغطية عجز الميزانية.